السلام عليكم. هنشرح بقى دلوقتي المحاضرة السابعة إن شاء الله. اللي هنتكلم فيها هنتكلم فيها عن الأوديو وعن الجراف. تمام، الأوديو والجراف طبعا دول إيه؟ دول الكهربائيين، دول أنواع من الميديا طبعا. ماشي. الساوند بقى الأول اللي هو الأوديو. الساوند ده معروف زي ما درسنا إن هو عبارة عن ويف. الويف دي بتنتقل في الهواء، بيبقى لها يعني الضغط بتاعها، البريشر بتاعها في مناطق بيبقى عالي ومناطق واطي وهكذا، متباعد ومتقارب. وطبعا الويف زيها زي اي ويف بتتاثر بالانعكاس والانكسار وهكذا. تمام. الساوند فاك الكاركترستكس بتاعها يعني ايه فريكوانسي. الفريكوانسي ده قال لك بيمثل نمبر اوف بيرد ايه ان سكند. تمام، بيقول لك ريبريزنت ذا نمبر اوف بيرد ان ايه ان سكند، اللي هو بيقاس بوحده ايه الهرتز. ماشي. بقول لك ان الانسان عامه بيسمع الفريكوانسي في الرينج اللي هو من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. تمام، فوق كده او اقل من كده ما بيسمعش الاصوات دي، زيه زي الرؤيه برضه، ليه رؤيه معينه بيقدر يشوف لمدى وما يشوفش اكتر وهكذا. تمام. الساعه بقى، الساعه ديت اللي هو بصوا المسافه دي اللي هي المسافه دي. تمام. ديجيتال. تمام، احنا عايزين الصوت طبعا معروف ان هو اكتر ميديا بتبقى موجوده على هيئه ايه؟ انا. طيب عايزين بقى نحول عمليه التحويل ديت عشان نحولها من انالوج للديجيتال، بتسمى ايه؟ بلس كود موديفيكيشن موديفيكيشن. تمام، بي اس ام. تمام ماشي. عشان احولها برضه عندي ايه؟ عندي هنا حاجتين اتنين، السامبلنج والايه والكوانتايزيشن. طيب السامبلنج الاول ده بيبقى خاص بمحور السينات اللي هو محور الاكس ده، بيقول لك ان انت بتعمل ايه، بيبقى عباره عن ديسكريت فترات كده ديسكريت. تمام، باجي اعمل بسجل عند كل نقطه، عند كل نقطه بسجل الفاليو بتاع الصوت في اللحظه دي. تمام، بس ديت بيبقى خاص بمحور ايه السينات بس. كوانتايزيشن هيجي كمان شويه، ده بيبقى خاص بمحور ايه الصدات اللي هو المحور ايه المحور واو. تمام. طيب السامبلنج ريت بيقول لك ان هم يعني هم وجدوا ان السامبلنج ريت ده بيقع من فتره من 8، بيقع الريت بتاعه من 8 كيلو هرتز لحد 48 كيلو هرتز. تمام، 8 كيلو هرتز ممكن نقول عليهم ايه 8000 سامبل بير سكند. ماشي ماشي. دي انواع مختلفه، ريت مختلف يعني بقول لك مثلا التحدث او لو انك تتكلم في التليفون والكلام من ده، الصوت يعني عامه اللي احنا بنتكلمه ده بيبقى من 8 كيلو هرتز لحد 11.25 من 1000 كيلو هرتز. إيه لو علينا شويه ل 22.5 كيلو هرتز، ده بيبقى خاص بالاوديو اللي احنا بنسمعه، سواء اغاني سواء اي صوت يعني بنسمعه على الجهاز وهكذا. إيه 44.1 كيلو هرتز، ده بيبقى ايه الكواليتي بتاعته بتبقى عاليه اكتر يعني سي دي كواليتي. تمام. النيكوست زي ما درسنا برده في الايمج، النيكوست سامبلنج هي نفس الفكره برده، بيقول لك ايه ان بتجيب اقصى اللي هو الهاي فريكوانس، تجيب هاي فريكوانس وده بيبقى ضعف بقى، النيكوست ده بيبقى ضعف. زي ما درسنا ان السامبل كانت ايه، بناخد ايه سامبل عشان نبريزنت الصوره مثلا، هنا عشان تبريزنت الصوت بالطريقه دي بيقول لك لو استخدمت، لازم تستخدم عشان تطلع صوت صح، لازم النيكوست بتاعك يكون اعلى من الهاي فريكوانس بايه بالضعف. تمام، يعني مثلا هنا لو بصوت، لو انت خدت اللي هو الفريكوانس العادي الطبيعي من غير الضعف، هيبقى شفت الخط اللي هو ملون دون، الخط ده هو ده اللي هو كده انت مثلت الصوت، طبعا مختلف تماما عن ده، مش هتسمع صوت عالي الاساس. طيب لو خدت الضعف بقى هيبقى صوت مقارب للصوت اللي انت بتسمعه. طب لو كان اكتر من النيكوست، طبعا الصوت شوف لما بيبقى اكتر بيبقى ايه بالطريقه ديت، يعني بريزنت صح، يعني هيجي لك صوت نقي جدا. تمام، طبعا النقاء الصوت ده زي لو بتسجل مثلا ميكروفون وحواليها دوشه زي الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي، ده فيه دوشه، جرب كده تروح مثلا تسمع اي حاجه مقطع مسجل فيلم مثلا او اغنيه ولا حاجه، هتبص هتلاقي الصوت ناقص شويه. تمام، ليه؟ لان ده الفريكوانسي بتاعه اعلى طبعا من الصوت ده، فهم بيهتموا طبعا بالصوت والميوزك عن اللي احنا بنشرحه مثلا ايه اي ريكورد ولا حاجه. تمام، الكوانتايزيشن بقى زي ما اتفقنا ان الكوانتايزيشن خاص بمحور ايه الصدات اللي هو المحور واو. تمام ماشي. إيه بيقول لك عندك مثلا ايه، هو بيتخزن في بايت ده اللي هو 8 بت. إيه تمام، 8 بت ده لو قلنا 2 اس 8 قال لك طبعا الليفلز بتاعها كام، توصل لكام 256، لا 2 اس 8. طب لو 16 بت طبعا 2 اس 16. تمام ماشي. لو الكوانتايزيشن قليل طبعا ايه الكواليتي بتاع الصوت هتبقى ايه قليل، فكل ما عالي كل ما كان الصوت ايه انقى واضح. في منه نوعين، نوع اللينير والنون لينير. اللينير انك بتاخد ايه فترات ثابته متساويه، هنا بتاخد فترات غير ثابته، يعني الفترات بتاعتها مش بتبقى ايه ثابته خالص. تمام،
ماشي كده احنا خلصنا اللي هو التمثيل بتاعه سواء سامبلينج او كوانتيزيشن. هنخش الكاركترستيك بقى باختصار. زي ما احنا شايفين قصادنا عندنا ثلاث انواع: المانو اللي هو بيتمثل خلال الوان شانل، ده زي ما قلت لكم الميكروفون مثلا. الاستيريو تو شانلز، ده مثلا ممكن نقول عليه الايه بنستخدمه في المزيكا مثلا. السيراوند ده اللي هو اكتر من اتنين شانل، ده بنستخدمه في المسارح ماشي، اللي هو ايه السينما والمسرح والكلام ده، هنشوف ازاي دلوقتي. تمام، ده الكلام ده بيعبر عن اللي احنا ايه قلناه من شويه. طيب ده بيقول لك السيراوند ساوند، ده اللي هو ايه النوع التالت. تمام، السيراوند ساوند ده بيتمثل ازاي؟ زمان كان 5.1، هقول لك يعني 5.1، ومن فتره كان 7.1، حاليا بقى 10.2. ايه بقى اللي احنا بنقوله ده؟ تمام، تخيل انك قاعد في قاعه سينما او مسرح بتسمع مسرحيه او فيلم ايا يكن. تمام، انت كده الشخص بيبقى عندك مثلا ايه، لو اشتغلنا على 5.1 ده بيبقى عندك قصادك ايه خمس سماعات وواحد اسمه ايه ساب ووفر. تمام، خمس سماعات وساب ووفر اللي هو ايه القصاد ده. ايه دول بقى بيعمل لك ايه؟ بيقول لك انك بيهيئ لك الصوت مثلا اللي خارج، بيفصلك عن العالم الخارجي خالص، بيهيئك خلاص للجو انك قاعد تسمع مسرحيه، قاعد تسمع فيلم، بيهيئك لجو زي ده ماشي. يعني انت كده بيتهيئ ازاي بقى؟ عن طريق مثلا الساب ووفر ده بيقول لك ايه، انه بيخرج ايه اللو فريكوانسي، يعني بيخرج الصوت اللي هو اللو فريكوانسي بتاعه ده. صوت زي ايه مثلا؟ صوت زي الهواء، زي الميه مثلا كده، يعني خرج لك صوت هواء وميه وكده، فانت بتندمج يعني عايز يدمجك من الاخر، يهيئك لجو الحاجه اللي انت بتشوفها او بتسمعها دي. تمام ماشي. الثلاثه اللي قصادنا دول برضو بيبقوا ايه، الثلاثه اللي فوق دول بيقول لك دول خاصه بالميوزك، الميوزك اللي بتخرج عشان يعني ايه، لو بتسمع مسرحيه مثلا هتلاقي ان ايه في تاثيرات برضو اصوات وكده بتحصل خلال المشهد، فبيخرج الاصوات من هنا. تمام، السماعات العاديه دي بقت السماعات عادي، دي بتبقى ايه ما هي الا للصوت اللي احنا بنتكلمه برضو ايه عشان تسمع صوت اعلى وانقى، فبيزود. فحاليا هم عامة زمان، دلوقتي حاليا أي حاجة في اتنين في اللي فوق دول ثابتين. دلوقتي قال لك مثلا 10.1 خلاص هتزود ايه؟ عندك ثلاثة هتزود سبع سماعات، لو 7.1 خمس سماعات، 5.1 أدي الثلاثة باقي سماعتين. تمام؟ إن شاء الله تكون واضحة. ماشي؟ ده الكلام اللي إحنا قلناه. ماشي. الفورماتنج بتاع الأوديو، الأوديو فورماتنج طبعا عارفين أشهر واحد اللي هو إم بي 3. الإم بي 3 ماشي؟ ده بيبقى إيه؟ كومبريزد. في انواع تانية زي الويف والاي يو، دي انواع ايه انكمبريس. تمام ماشي كده، يبقى احنا خلصنا ايه الاوديو. نقول على الجرافيك بقى. الجرافيك ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده واحنا بنشرح في الصوره اعتقد. تمام، عندك برضو زي ما كنا بنقول في بيت ماب ايمج وفي فيكتور ايمج، هي نفس الكلام هنا، الفيكتور جرافيك والثانيه بقى هنا بنسميه ايه راستر جرافيك او فيكتور جرافيك. تمام، وهي نفس الفرق ايه، ان الراستر هيبكسل، الفيكتور مش هيبكسل، ونفس التعريفات، وان الفيكتور من اليمنت واوبجكت وهكذا. الكلام ده ايه وضحناه قبل كده، وده برضو رسم بيوضح لك الفرق بين دي مثلا، ده شكل عايزين نمثله بالفيكتور ورسمناه عن طريق معادلات وخطوط، طلع الشكل ده مهما قربت مش هيبكسل. شكل زي الراستر لا مبكسل، زي ما احنا شايفين بيتمثل ايه ببيكسلز، قلنا بيبقى البيكسل بتبقى شايله قيمه اللوكيشن والفاليو كولر بتاعها. تمام، فمهما عملت ده بيبكسل، ده مش هيبكسل اللي هو الايه الفيكتور. نفس المثال اللي قلناه فوق ده برضه، نفس التوضيح بيوضح لك ايه الفرق ما بين الفيكتور والراستر. الراستر ما بكسل، الفيكتور زي ما احنا شايفين ايه واضح جدا، وكنا شفنا مثال ايه على الستريك. ماشي، في عمليات بنعملها عشان نعمل انيميشن عليه مثلا، اللي هو مثلا السكيل. الحاجات اللي احنا هنقولها دي دلوقتي كلها اخدناها السنه اللي فاتت مش ايه في الجرافيك. نفس الشرح بالظبط، ده البوليجن الاقصادي بيبقى عباره عن بوينت، بوينت 1 2 3 4 5 6. تمام، كل بوينت بتبقى بتمثل ب اكس واي اكس واي. تمام، بنجمعهم مع بعض ده اسمه الايه البوليجن، البوليجن ماشي. ماشي، عايزين ننفذ عمليه انيميشن مثلا، قلنا عمليات الانيميشن دي بتبقى زي الايه، السكيل، الروتيشن، الترانسليشن. ماشي، الترانسليشن ده اللي هو بيحرك الشكل، بيحرك الشكل. تمام، انا عايز احرك ايه بوينت 1 هنا في اتجاه مثلا اكس 5 بكسل واي 10 بكسل، خلاص يبقى هنا 5 وهنا 10، واشوف مثلا بي 1 كام، يبقى ايه مثلا لو بي 1 1 1 يبقى يعني عوض هنا 1 وهنا 1، إيه هحركها 5 و10، يبقى هحط هنا 5 و10، يبقى اجمع 5 زائد 1 هيديني 6، و10 زائد 1 هيديني ايه 11. يبقى البي 1 هتصبح متمثله في ايه، في نقطه جديده، النقطه اللي هي اللي احنا خرجناها من هنا بقى، اللي هي مثلا ايه قلنا 6 و11 باين. تمام، هنشوف مثال اكتر دلوقتي. إيه الروتيشن، نفس الكلام، معادله الروتيشن اللي احنا نفس اللي خدناها بالظبط ايه في الجرافيك يا جماعه السنه اللي فاتت. تمام، دي الكوزاين والساين للثيتا، دي اللي انت تبقى عايز يعمل روتيشن بدرجه مثلا 90 بكسل وليكن، 90 درجه وليكن، بنضربها على طول في النقطه اللي عايزها تعملها، هتخرج لي نقطه جديده، هي دي بتبقى ايه احداث جديد.
السكيل نفس الكلام عندنا ايه زي ما درسنا برضو انه كان في منه نوعين يونيفورم سكيل اللي هو ايه بيزيد السكيل ده اللي هو بيكبر يا شباب ده اللي هو بيكبر شكله او بيصغره فمثلا بقول لك بيكبره عند اكس وواي بنفس الدرجه ده اسمه ايه يونيفورم الديفرنت ده اللي هو ايه اكس بتزيد بقيمه وواي بقيمه ثانيه خالص يعني مثلا شكل زي الاقساط ده هو الشكل ده بس كبر شويه بس لو لاحظنا من نفس الاكس والواي نفس المساحه بالظبط خد من هنا قد هنا فده اسمه ايه يونيفورم يونيفورم تمام الديفرنت طبعا ايه اللي هو قيمه مختلفه فمثلا ممكن ايه يخلي الواي 5 والاكس 3 تمام الواي 5 والاكس 3 هتلاقي الشكل طبعا ايه ممطوط كده تمام ممكن ثواني اعمل مثال كده اوريكم ثواني يا شباب تمام يا شباب حاجه زي الصوره اللي قصادنا دي تمام انا عايز اعمل الصوره ديت سكيل باليونيفورم اللي هو يعني اكس قد واي او ايه او اكس مختلف عن واي طيب ده الحجم الطبيعي بتاعها لو رحنا مثلا خليناها سكيل بايه ب 2 و 2 يعني ده اليونيفورم من هنا ومن هنا بص الصوره هتكبر ايه ب 2 و 2 طب لو خليتها بقى ديفرنس 5 مثلا من اكس و2 من واي شوف الشكل هتتمط كده ليه لان ده يعني ما عملتش ايه هنا قد هنا تمام تمام ده بالنسبه للايه للسكيل طيب تعال نشوف برده بالمره الترانسليت ده اللي هو الحركه هحركه 50 بكسل من هنا ومن هنا تمام اهو تمام اتحرك فعلا 50 بكسل ممكن طبعا ايه الكام تبقى مختلف 500 من اكس وايه 50 من واي تمام اهو تمام ماشي في الروتيت اللي هو ايه روتيت ب ثواني الروتيت هنا هنعمله بالدرجات طبعا تمام اللي هي ايه بياخد الزاويه مثلا طيب تعال نعمل روتيت 50 ديجري كده اهو كده عمل روتيت تمام وهكذا لو 90 وهكذا تمام ماشي يا شباب ماشي تعال نكمل ده بالنسبه للحاجات دي من خلال المعادلات اللي قصاد دي طب تعال نشوف مثال عندي هنا 50 بكسل تمام عندك بيقول لك انك عندك موف اوبجكت عندك اوبجكت 2 دي عايز تحرك 50 بكسل ناحيه اليمين و100 بكسل ايه لتحت تمام 100 بكسل لتحت يعني انت شوف عندك مثلا محور اكس وواي ثواني عندنا ايه اكس وواي قال لك 50 بكسل ناحيه اليمين يبقى هتيجي ناحيه اليمين كده تمام يبقى 50 بالموجب ناحيه تحت 100 ناحيه تحت يعني هتيجي كده يعني انت رايح ليه للسالب تمام يبقى 50 موجب و100 ايه سالب تمام ثواني تمام كده بالنسبه لايه للتفسير ده بيقول لك عايزك تطبقها على مثلا المثلث اللي هو الاحداثيات بتاعته اي بي سي ماشي هنيجي النقطه ايه هنقعد عندها ب 20 و30 ده اكس وواي اهو هجمع عليها ايه انا عايز اعمل ايه ترانسليت يعني عايز ايه احرك تمام هنا بيقول لك انت عايز تحرك عايزين نحرك الشكل تمام يبقى هجمع عليه 50 و100 وسالب 100 هيديني النقطه الجديده 70 وسالب 70 لما نكرر نفس الكلام على النقطه بي وسي هتلاقي البي هتصبح بدل من 0 و200 لا هتبقى 50 و100 والسي نفس الكلام فهيديني مثلث ايه جديد ايه باحداثيات جديده خالص يبقى انا كده حركت المثلث زي ما شفنا مثلا مع الصوره ايه بتاع الفيس دي طيب إيه الشكل 3 دي طبعا انت عارفين 3 دي بيبقى اكس واي وزد ثلاث محال ماشي فبيقول لك هياخد طبعا عشان تحركها ايه يبقى ثلاث اتجاهات فبقول لك عايز 100 ناحيه الشمال تمام يعني المفروض تبقى سالب 100 و200 بكسل اب لفوق يعني هتبقى ايه موجب 200 و50 باك ايه اللي هو الزد يعني الخلف كده اللي هو ايه كان ايه الزد ده البعد الثالث يعني فبقول لك ايه هتاخد 50 تمام هتطبق عليها المثال ايه سواء هنطبق عليه مثال عادي هيدينا قيم يعني مثلا لو مثال زي ده ولا حاجه هنطبق عليه بالقيم الجديده يطلع كده بس بدل ما كنت بشتغل بدل ما كنا بنشتغل اكس واي هنشتغل اكس واي وزد ماشي طيب السكيل بقى السكيل ده برضه على الايه على الشكل زي ما انا شايف كده بيقول لك انت عندك هنا يونيفورم سكيل 2 دي اوبجكت 3 تايمز تمام ماشي فيرست ايه ماشي انا عندي الشكل ده عند النقطه ايه اللي هي الايه اللي قصاد النقطه ايه عند ايه 30 و30 هو عايز يعمل سكيل ايه حجمه اكبر ثلاث مرات تمام يعني ثلاث مرات وسي اليونيفورم زي ما قلنا اليونيفورم بيبقى الاكس قد الواو ماشي تمام زي مثلا الشكل ده اهو شوفوا ثواني لو كتبنا مثلا هنا سكيل 3 بس كده تمام هتلاقي الشكل ايه كبر 3 من هنا ومن هنا يعني هو نفسها لو هي قلت 3 و3 كده مثلا هو نفس الشكل بالظبط فهو طالما قال لك 3 بس يبقى الاكس هتاخد قد الواو تمام تمام يبقى هنطبق نكتب الماتريكس بتاعتك عادي فاكرين الهوموجونيوس الهوموجونيوس بتاع السنه اللي فاتت لو فاكرينه هو نفس الكلام الواحد ده محطوط عشان انت بتضرب ماتريكس 3 في 3 مثلا وماتريكس ايه 1 في 3 عشان
يبقوا تعرف تضربهم لازم تحط المدونيس اللي هو الواحد ده، تبدا تضرب عادي والمعادله يطلع لك نقطه جديده، تبدا تبريزنت الايه عند النقطه الجديده الايه بالاحداث الجديده، بدل ما كانت 10 و10 مثلا هتريبريزنت عند 30 و30 تمام. ونفس الكلام هتطبقها على السي والدي والايه المثال ده اللي هو السي والدي والبي ماشي تمام. الروتيت برضه هنعمل ايه، هنعمل روتيت اللي هو هنجيب بيقول لك الروتيت بتاعك ب 90 درجه ماشي حوالين الشكل اللي هو اي بي سي اللي هو المثلث اي بي سي، هتقوم راجع جاي المعادله اللي احنا كنا عاملينها فوق وهتعوض بنقطه اكس واي، تضرب عادي ضرب طبيعي هيديك ايه الضرب ماتريكس يعني تمام، هيديك نقطه جديده اللي هي سالب 40 و50. الواحد ده بتاع الهوموجينيوس اللي تاخده معايا يعني مش بتاع البعد الثالث والكلام ده، لا لا ده هوموجينيوس شرط، فتديك نقطه ايه ونفس الكلام هتكررها على البي والسي، فهتديك شكل عمل روتيت يعني مثلا ده عمل دار كده حوالين نفسه بزاويه 90 تمام شباب. بس كده احنا خلصنا المحاضره السابعه، لو في اي حاجه قلتها غلط يا ريت تقولها لي، ولو اي حاجه برضو قلتها غلط ده مش من الدكتور ده سيد فهمي مننا تمام. شكرا.